بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من يستفتونك. كل عام وحضراتكم بخير. حلقات ما بعد العيد وما بعد رمضان، ربنا يتقبل منا جميعا صالح الأعمال. طبعا بعد انتهاء شهر رمضان المبارك بيكون دايما كتير من المسلمين عليهم أيام يقضوها سواء رجال أو نساء لأعذار مختلفة يعني. فالسؤال بيتوارد للذهن، هل نقضي هذه الأيام الأول، نقوم بقضاء هذه الأيام، ولا نصوم الست أيام من شوال؟ وما حكم صيام الست أيام من شوال؟ وما فضل هذه الأيام أيضا؟ وما هذه المسائل، بعض أحكام قضاء الأيام وما إلى ذلك. خلينا نرحب بفضيلة الشيخ الدكتور عصام تليمة من علماء الأزهر الشريف. أهلا بك دكتور. أهلا وسهلا بك أستاذ المشاهدين الكرام. أهلا بك دكتور. يعني أيام يجب قضائها في رمضان، والآن أيضا نريد أن نصوم الست أيام من شوال، فأيهما أولى؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه وبعد. عليه الصلاة والسلام. الحقيقة أن الشرع الإسلامي يريد من المسلم ألا تنقطع صلته بالعبادات أو بالعبادة ربي سبحانه وتعالى. الإنسان يخرج من الطاعة إلى طاعة، من العبادة إلى العبادة ولو بمستوى أقل، لأن رمضان أشبه بموسم أوكازيون كبير، تنزيلات كبرى أو فرصة عظمى للناس في المغفرة والطاعة، لذلك فتضاعف فيها الأعمال والطاعات، فالناس تصوم 30 يوم 29 يوم شهرا كاملا، ويصلون يوميا تراويح، وثم في العشر الأواخر التهجد، وتزداد الصدقات، وتزداد زكاة الفطر، وكل هذه الطاعات هي مركزة في هذا الشهر. لكن ليس معنى ذلك أن الإنسان بعد انتهاء رمضان ينقطع عن الطاعة والعبادة، ولذلك رب رمضان رب شوال رب شهور كلها، ولذلك يريد الشرع ألا تنقطع صلتك بعبادة الله عز وجل أو بالطاعة. فإذا كان صوم رمضان هو فرض عليك، جعل لك الشرع بعد ذلك ست من شوال لتجعلك على صلة مرتبطة بالعبادة. ولذلك في الحديث من صام ستة من شوال يعني مع رمضان كأنما صام الدهر كل العام كله يعني. لماذا؟ لأن رمضان 30 يوم والحسنة بعشرة أضعاف اليوم بعشرة، يعني يبقى 360 ست أيام 360 اللي هو عدد أيام السنة بوجه عام، فيبقى كأن الإنسان صام العام كله كأجر وطاعة من الله عز وجل. فالمستهدف أو الهدف من صوم ست من شوال يعني الحديث ثم أتبعه ست من شوال، هنا المقصود بذلك استمرار الطاعة وعلامة قبول الطاعة الطاعة بعدها، يعني علامة قبول إن العمل قبل منك ومنك والحسنة الحسنة تبعها، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. إذا كان بعد السيئة إذا قمت بالحسنة بعدها محتها، فما بالك بالسيئة بعد السيئة بالحسنة بعد الحسنة، معناها القبول وزياد الأجر وزياد المثوبة من الله عز وجل. فهنا شرع الإسلام للإنسان أن يصوم ستا من شوال بعد صوم رمضان. طيب حكم هذه الست من شوال سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعض الفقهاء ذهب إلى أنها لا ليست سنة بل يعني تكره حتى لا يربطها الناس بأنها أو لا يذهب الناس إلى فرضيتها، لكن طبعا هذا كلام لا يصح يعني، لأني نفس الحالة في التراويح النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى لا تفرض، لكن ظل الناس يحرصون عليها وهم يعلمون أنها ليست فريضة. نعم لو عفى عن الناس زمن ونسي الناس أنها سنة فوقعوا في أنها فريضة وزادوا في شرع الله ما لم يزده الله عز وجل والشرع، هنا يأتي دور العلماء. ولذلك نجد في الأحكام المهمة في الصيام مثلا، متى يكون الصيام مندوبا ومستحبا بل واجبا على شخص في عند الرخصة؟ يعني اختلف الفقهاء في قضية الرخصة للمسافر، لو أن مجموعة من الناس سافروا، السفر هنا رخصة للفطر، أيوة، فمن يأخذ برخصة ومن لا يأخذ؟ قالوا هناك حالات يجب أن تأخذ بها، مثلا حالات الجهاد، القتال، النضال، واحد في الجيش وهناك حرب،
طبعا أداؤه كمفطر يختلف عن أدائه كصائم، ولذلك في إحدى غزوات النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الناس بالإفطار هناك، الناس تشددوا فقال أولئك العصاء لأنهم عصوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. السفر نفس الحال، الأصل أنها تصوم أو تفطر وأنت يعني حر، على خلاف بين الفقهاء والرسوليين بين وجوب الأخذ بالرخصة أم الاستحباب. تمام؟ طب متى هنا؟ قالوا إذا كان بين الناس عالم وسيدور بين الناس أن الإفطار في السفر ليس رخصة. هنا ده قضية إيه؟ إن إحنا لو ذهب الناس لأن الصيام من ست من شهر فريضة يبقى الناس تقول لا يا جماعة هي مجرد سنة. نفس الحالة في قضية الرخصة لو مسافرين أو عند بيان الحالة والناس ذهبوا إلى حال أشد أو حال فيه تسيب، هنا يأتي العالم ليرد الأمر إلى ميزان الطرف. فهنا يبقى فطر العالم مطلوب لأنه سيكون قدوة بين الناس. حينما ناقش العلماء قضية الإصرار بالصدقة قالوا متى يجوز الإعلام بالصدقة؟ يجوز إذا كان من باب تشجيع الناس. نفس الحال الأصل أن الناس يا جماعة باللي متبرع لحد الناس تحط في الصندوق. طب لو أنا شخصية معروفة والناس ستقلدني وتتأسى بي فقلت يا جماعة أنا علي بألف جنيه 10,000 جنيه، هنا في أغنياء مثلي أو مشايخ أو قدوات أو رموز سيتأثروا وهيبقى ده دافع للتحفيز، هنا يجوز الإعلام بالإيه بالطاعة. فقضية حكم الفقهاء لما قالوا والله لا ده يعني مكروه نخشى أن يكون في ذلك ما يجعل الناس تجعله فريضة، كما يعني الفقهاء وجهة نظرهم وقتها الخوف من هذه المسألة، إذا انتفى هذا الخوف فالأصل في ذلك أنها سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام الست من شوال عليه الصلاة والسلام. طيب نصوم الست من شوال ولا نقضي اللي علينا الأول؟ السؤال المتكرر بتاع كل سنة. أيوة الأصل أن الإنسان المسلم في هذه الحالة أن يستمتع بالطاعة في زمانها. كل طاعة لها زمنها، يعني أنا داخل المسجد بدري قبل الأذان توضيت عندي تحية مسجد وعندي سنة الوضوء تمام أؤدي كل حاجة من دول براحتي لي عندي وقت. طب لو أنا داخل المسجد توضيت ودخلت المسجد وعندي السنة القبلية بتاعة صلاة من الصلوات والوقت اللي قبل الإقامة يدوب هو على قده خلاص أجمع كل هذه السنن مع بعضها، لكن الأصل أن يعيش المسلم لذة الطاعة بحالها. النهاردة الشوال معدود، عندنا أيام يحرم فيها الصوم يوم العيد، طيب ما بعد العيد أيام التشريق يعني ممنوع، ما بعد ذلك أصوم، هي قد إيه 29 يوم 28 يوم بالشهر كامل يعني. طيب أنا الأولى أعمل إيه؟ إذا أنا على نية القضاء ومرتب نفسي هقضي، ثم اللي بيصوم السنن مش هيفرط في الفرائض. فلو أنت قلت والله أبدأ الأول باللي علي، طب بدأت تعبت جالك ظروف طول الشوال دول ستة من شوال مش هينفع ولا في ذو القعدة ولا في ذو الحجة إلا على مذهب من يجيز قضاء السنن خلاص. لكن الأصل إيه؟ لا يعني ستة من شوال يبقى أتبع بستة من شوال. الأصل هنا إيه؟ هنا يجوز في هذه الحالة أن أقدم السنة على القضاء لأني أنا ناوي القضاء خلاص، لا مانع لا بأس لا حرج في ذلك شرعا. طب أنا لا مش ضامن وقتي ولا ظروفي ولا أموري ويدوب العافية هصوم اللي علي خلاص، في هذه الحالة يبقى ببدأ ب لو أنا ضامن إن أنا هصوم أكتر براحتي أبدأ بالقضاء عليها 5 أيام 6 أيام والستة الباقيين يعني 11 يوم في خلال شهر مش حاجة كثيرة بالنسبة للإيه لحد ناوي يقضي ويصوم. لا مش هقدر أجمع الاثنين يبقى أبدأ بالستة من شوال ثم أوزع الأيام، خاصة إن أيام القضاء مش مطلوبة على بعض عشان يفهم الحكاية دي. أيام القضاء واحدة عليها 10 أيام أتوزعهم على شهرين 3 لا مانع، لأن التتابع ليس شرطا في القضاء عشان بس إيه نفهم الحكاية دي. فبما إن التتابع مش شرط إذا عندي محبوحة ومساحة من الزمن
في اني اخر ما دمت. واحد يقول لك طب انا ضامن عمري، ما دمت على نيه القضاء يبقى تدور في ان انما الاعمال بالنيات. وفي الحديث من اخذ اموال الناس يريد اداءها ادى الله عنه، ومن اخذ اموال الناس يريد اهلاكها اهلكه الله. فالمعول هنا على نيه الانسان، نيتك انك تريد ان تقضي تمام، وانك بادرت بالسنه لانها موقوته بزمان معين، عباده محدده بزمان محدد. طب المطلوب مني، مطلوب في هذه الحاله اذا انت يعني يسر الله عز وجل لك قضيه انك انت تصوم السته ثم تقضي لا مانع، خلاص لا قضيه ان احنا نبدا. في راي اخر لو سيضيق بك الامر الجمع بين النيات، ان تقضي او تصوم الست من شهر بنيه القضاء معه، فتجمع بين السنه والقضاء. بس ده يمشي يا دكتور يعني؟ نعم على راي عدد من الفقهاء يجوز شرعا الجمع. هناك من يمنع ذلك لاني لا يلتقيان سنه وفرض، مش سنتين مع بعض لا. ومنهم من يجيز في هذه الحاله ان يقضي الانسان بنيه الصوم، لكن الاولى والافضل ايه؟ ان تحصل على الاجرين منفصلين، ده الافضل. تعذر ذلك خلاص يعني تصوم السته لو بعدين القضاء، تعذر مش هتقدر والصيام بيتعبك، خلاص اجمع بين النيات والله عز وجل يعفو عنا وعن الجميع. اللهم امين. طب هنا دكتور طبعا كان في اسئله يعني في رمضان جات لنا كتير على ان بعض الاخوات عليهم ايام من رمضانات سابقه كتير، يعني تعدي شهرين ولا حاجه، والان بعد انتهاء رمضان ازاي بقى لو واحده عليها عدد ايام كبير تقضي هذه الايام في هذه الفتره الجايه؟ اذا كانت هي بالخيار، اذا كان القضاء اطول واصعب عليها لظروف معينه مش لاهمال منها، انما في ناس تطنش تصهي ولا عندها ظروف وبعدين يتنسي، فايه لا ده انا عندي 7-8 رمضانات. لا ده معناه في اهمال، معناه يقضي يعني الا اذا تعذر عليه ذلك. طيب لا ده ما كانش اهمال، اللي تعب بترضع بتصوم حامل مثلا، يبقى في هذه الحاله تطعم عن هذه الرمضانات اللي قبل رمضان اللي فات ده، الفائت ده تقضي اذا كان عندها قدره على القضاء. يعني تقضي واحد بس واللي قبل الواحد ده تطلع عنه، تطلع تطعم عنه لان اللي واحد ده قريب يعني، واذا صحتها تستحمل. انما لو هي مثلا لا لازالت عندها نفس الظروف في هذه الحاله، ولا تضمن ان رمضان اللي جاي من هنا رمضان اللي جاي الظروف تتحسن للقضاء، يبقى معناها في هذه الحاله يبقى ففديه طعام مسكين. اي نعم. طب هنا دكتور ايضا يعني يمكن يسال اخ احد الاخوه السريين يقول يعني الاعمار بيد الله، لو انا صليت يعني قصدي صمت الست ايام وهم سنه وما زال علي بعض الايام الفرض في رمضان ثم توفاني الله عز وجل، هل هذه الايام تجبر ايام السنه تجبر ايام الفرض، ولا يعني الله يعفو في هذه الحاله، ولا كيف الوضع يعني؟ حقوق الله سبحانه وتعالى مبنيه على المسامحه، ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، والمرء يؤجر بنياته، انما الاعمال بالنيات. هو نوى القضاء خلاص، زي واحد عايز يحج خلاص وجمع القرشين وكل التفاصيل والدنيا وخد الفيزا وتأمات، طب ايه الحكم؟ ايوه خلاص، كمن مات وهو في الحج يبعث ملبيا كما قال صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام في الحديث، ان يعني ونزل بسببه آية، كان هناك رجل من بني ليث وكان قد آمن مع الصحابة في مكة وجاءت الهجرة ولكنه كان مريضا، المرض اللي عنده مرض مقعد ما يقدرش يتحرك، فأراد الهجرة، والصحابة قالوا له قد عفى الله عنك يعني مرض موت يعني، فقال يعني أنا لا أستطيع الحراك بنفسي لكن أستطيع أن أستأجر رجالا يحملونني، فاستأجر 4 رجال لحمله للهجرة شايلينه بسريره. فهاجر وهو في منتصف الطريق أدركته الوفاة. يعني اختلف الفقهاء في قضية الرخصة للمسافر، لو أن مجموعة من الناس سافروا، السفر هنا رخصة للفطر. أيوة. فمن يأخذ بالرخصة ومن لا يأخذ؟ قالوا هناك حالات يجب أن تأخذ بها، مثلا حالات الجهاد، القتال، النضال، واحد في الجيش وهناك حرب،
طبعا أداؤك مفطر يختلف عن أدائك صائم. ولذلك في إحدى غزوات النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الناس بالإفطار هناك، الناس تشددوا فقال أولئك العصاء لأنهم عصوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. السفر نفس الحال، الأصل أن تصوم أو تفطر وأنت يعني حر، على خلاف بين الفقهاء والأصوليين بين وجوب الأخذ بالرخصة أم الاستحباب. تمام؟ طب متى هنا؟ قالوا إذا كان بين الناس عالم وسيدور بين الناس أن الإفطار في السفر ليس رخصة. هنا ده قضية إيه؟ إن إحنا لو ذهب الناس لأن الصيام من ست من شهر فريضة يبقى الناس تقول لا يا جماعة هي مجرد سنة. نفس الحالة في قضية الرخصة لو مسافرين أو عند بيان الحالة والناس ذهبوا إلى حال أشد أو حال فيه تسيء، هنا يأتي العالم ليرد الأمر إلى ميزان طرف. فهنا يبقى فطر العالم مطلوب لأنه سيكون قدوة بين الناس. حينما ناقش العلماء قضية الإصرار بالصدقة قالوا متى يجوز الإعلام بالصدقة؟ يجوز إذا كان من باب تشجيع الناس. نفس الحال الأصل أن الناس يا جماعة باللي تبرع لحد الناس تحط في الصندوق. طب لو أنا شخصية معروفة والناس ستقلدني وتتأسى بي فقلت يا جماعة أنا علي 1000 جنيه 10,000 جنيه، هنا في أغنياء مثلي أو مشايخ أو قدوات أو رموز سيتأثروا وهيبقى ده دافع للتحفيز، هنا يجوز الإعلام بالإيه بالطاعة. فقضية حكم الفقهاء لما قالوا والله لا ده يعني مكروه نخشى أن يكون في ذلك ما يجعل الناس تجعله فريضة، كما يعني الفقهاء وجهة نظر وقتها الخوف من هذه المسألة، إذا انتفى هذا الخوف فالأصل في ذلك أنها سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام الست من شوال عليه الصلاة والسلام. طيب نصوم الست من شوال ولا نقضي اللي علينا الأول؟ السؤال المتكرر بتاع كل سنة. أيوة الأصل أن الإنسان المسلم في هذه الحالة أن يستمتع بالطاعة في زمانها، كل طاعة لها زمنها. يعني أنا داخل المسجد بدري قبل الأذان توضيت عندي تحية مسجد وعندي سنة الوضوء تمام، أؤدي كل حاجة من دول براحتي لي عندي وقت. طب لو أنا داخل المسجد توضيت ودخلت المسجد وعندي السنة القبلية بتاعة صلاة من الصلوات والوقت اللي قبل الإقامة يدوب هو على قده، خلاص أجمع كل هذه السنن مع بعضها. لكن الأصل أن يعيش المسلم لذة الطاعة بحالها. النهاردة الشوال معدود، عندنا أيام يحرم فيها الصوم يوم العيد. طيب ما بعد العيد؟ أيام التشريق يعني ممنوع، ما بعد ذلك أصوم. هي قد إيه؟ 28 يوم مش شهر كامل يعني. طيب أنا الأولى أعمل إيه؟ إذا أنا على نية القضاء ومرتب نفسي هقضي، ثم اللي بيصوم السنن مش هيفرط في الفرائض. فلو أنت قلت والله أبدأ الأول باللي علي، طب بدأت تعبت جالك ظروف خلص الشوال دول ستة من شوال مش هينفعوا لا في ذو القعدة ولا في ذو الحجة إلا على مذهب من يجيز قضاء السنن خلاص. لكن الأصل إيه؟ لا يعني ستة من شوال يبقى أتبعها بست من شوال. الأصل هنا إيه؟ هنا يجوز في هذه الحالة أن أقدم السنة على القضاء لأني أنا ناوي القضاء خلاص، لا مانع لا بأس لا حرج في ذلك شرعا. طب أنا لا مش ضامن وقتي ولا ظروفي ولا أموري ويدوب بالعافية هصوم اللي علي خلاص، في هذه الحالة يبقى ببدأ ب لو أنا ضامن إن أنا هصوم أكتر براحتي أبدأ بالقضاء عليها 5 أيام 6 أيام والستة الباقيين يعني 11 يوم في خلال شهر مش حاجة كثيرة بالنسبة للإيه لحد ناوي يقضي ويصوم. لا مش هقدر أجمع الاثنين يبقى أبدأ بالستة من شوال ثم أوزع الأيام، خاصة إن أيام القضاء مش مطلوبة على بعض عشان يفهم الحكاية دي. أيام القضاء واحدة عليها 10 أيام أتوزعهم على 2 أو 3 لا مانع، لأن التتابع ليس شرطا في القضاء عشان بس إيه نفهم الحكاية دي. فبما إن التتابع مش شرط إذا عندي بحبوحة ومساحة من الزمن
في اني اخر ما دمت. واحد يقول لك طب انا ضامن عمري، ما دمت على نيه القضاء يبقى تدور في ان انما الاعمال بالنيات. وفي الحديث من اخذ اموال الناس يريد اداءها ادى الله عنه، ومن اخذ اموال الناس يريد اهلاكها اهلكه الله. فالمعول هنا على نيه الانسان، نيتك انك تريد ان تقضي تمام، وانك بادرت بالسنه لانها موقوته بزمان معين، عباده محدده بزمان محدد. طب المطلوب مني، مطلوب في هذه الحاله اذا انت يعني يسر الله عز وجل لك قضيت انك انت تصوم السته ثم تقضي، لا مانع خلاص، لا قضيت ان احنا نبدا. في راي اخر لو سيضيق بك الامر الجمع بين النيات، ان تقضي او تصوم الست من بنيه القضاء مع، فتجمع بين السنه والقضاء. بس ده يمشي يا دكتور يعني؟ نعم على راي عدد من الفقهاء يجوز شرعا الجمع. هناك من يمنع ذلك لاني لا يلتقيان سنه وفرض، مش سنتين مع بعض، لا. ومنهم من يجيز في هذه الحاله ان يقضي الانسان بنيه الصوم، لكن الاولى والافضل ايه؟ ان تحصل على الاجرين منفصلين، ده الافضل. تعذر ذلك خلاص يعني تصوم السته لو بعدين القضاء، تعذر وشذر والصيام بيتعبك، خلاص اجمع بين النيات والله عز وجل يعفو عنا وعن الجميع. اللهم امين. طب هنا دكتور طبعا كان في اسئله يعني في رمضان جات لنا كتير على ان بعض الاخوات عليهم ايام من رمضانات سابقه كتير، يعني تعدي شهرين ولا حاجه، والان بعد انتهاء رمضان ازاي بقى لو واحده عليها عدد ايام كبير تقضي هذه الايام في هذه الفتره الجايه؟ اذا كانت هي بالخيار، اذا كان القضاء اطول واصعب عليها لظروف معينه مش لاهمال منها، انما في ناس تطنش تصهي ولا عندها ظروف وبعدين يتنسي، فايه لا ده انا عندي 7-8 رمضانات. لا ده معناه في اهمال، معناه يقضي يعني الا اذا تعذر عليه ذلك. طيب لا ده ما كانش اهمال، اللي تعب بترضع بتصوم حامل مثلا، يبقى في هذه الحاله تطعم عن هذه الرمضانات اللي قبل رمضان اللي فات ده، الفائت ده تقضي اذا كان عندها قدره على القضاء. يعني تقضي واحد بس واللي قبل الواحد ده تطلع عنه، تطلع تطعم عنه لان اللي واحد ده قريب يعني، واذا صحتها تستحمل. انما لو هي مثلا لا لازالت عندها نفس الظروف في هذه الحاله، ولا تضمن ان رمضان اللي جاي من هنا رمضان اللي جاي الظروف تتحسن للقضاء، يبقى معناها في هذه الحاله يبقى ففدية الطعام مسكين. اي نعم. طب هنا دكتور ايضا يعني يمكن يسال اخ احد الاخوه السالين يقول يعني الاعمار بيد الله، لو انا صليت يعني قصدي صمت الست ايام وهم سنه وما زال علي بعض الايام الفرض في رمضان ثم توفاني الله عز وجل، هل هذه الايام تجبر ايام السنه تجبر ايام الفرض، ولا يعني الله يعفو في هذه الحاله، ولا كيف الوضع يعني؟ حقوق الله سبحانه وتعالى مبنيه على المسامحه، ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والمرء يؤجر بنياته، انما الاعمال بالنيات. هو نوى القضاء خلاص، زي واحد عايز يحج خلاص وجمع القرشين وكل التفاصيل والدنيا وخد الفيزا مات، ايه الحكم؟ ايوه خلاص، كمن مات وهو في الحج يبعث ملبيا كما قال صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام في الحديث، ان يعني ونزل سبي ايه، كان هناك رجل من بني ليث وكان قد امن مع الصحابه في مكه وجاءت الهجره ولكنه كان مريضا من المرض اللي عنده، مرض مقعد ما يقدرش يتحرك، فأراد الهجرة. الصحابة قال له قد عفى الله عنك يعني مرض موت يعني، فقال يعني أنا لا أستطيع الحراك بنفسي لكن أستطيع أن أستأجر رجالا يحملونني. فاستأجر 4 رجال لحمله للهجرة شايلينه بسريره. فهاجر وهو في منتصف الطريق أدركته الوفاة، فجلس على فراشه يعاهد الله عز وجل يتمم بيعته، فقال اللهم إن هذه لك، اللهم إن هذه لرسولك، اللهم إني على العهد. وقبض. الصحابة بكوا وظنوا أنه يعني سيأخذ أجر نصف هجرة،
فنزل قوله تعالى في سورة النساء: من يخرج من بيته مهاجر إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. صحة سبب النزول أم لا، لكن الآية طبعا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فهنا نية الإنسان عليها معول كبير. يعني لو أن إنسانا مثلا جاءت أخت الزوجة ولا جاءت امرأة أجنبية عندهم فنامت عندهم، فنام معها على أنها واحدة أجنبية وطلعت مراه، لا يقام عليه حد، بس إيه أخذ ذنب الزنا، وزر الزنا أخذها، طبعا مراته هو بس كان يفقه وهو بيجامع على أنها أجنبية. فهنا نية الإنسان مهمة جدا، نوايا الإنسان والحديث أني الناس أحد أربعة: من أعطاه الله المال فسلط على ذاته في الحق، ومنهم من لم يؤت المال يقول لو أن لي مال فلان لفعلن كذا وكذا. قال صلى الله عليه وسلم: فهما في الأجر سواء، لأن النية نية صادقة عن عزم. جزاك الله خيرا دكتور. إن شاء الله ندخل في الأسئلة سواء المكتوبة أو الاتصالات الهاتفية من السادة المشاهدين. والسؤال الأول دكتور من أخت من كندا بتقول إن إحنا اختلفت مع أولادي حول مسألة مقاطعة المتاجر اللي بتساند الاحتلال. هما شايفين إن مقاطعتها يعني مش فرض أو واجب ولكنها شيء مستحب، وأنا شايف إنها فرض أو واجب، فما الحكم في هذا الأمر؟ يعني لا، ما فيش حاجة اسمها شيء مستحب. يعني مستحب يعني يعني اللي هعمله ده يبقى مكروه. طب ماشي، لو أن إنسانا أعطى شخصا بلطجيا عندك في كندا ولا في مكان مالا أو ساعده على قتله، ده مكروه ولا مستحب؟ ما ينفعش. يعني اللي عمله اللي ساعد ده مكروه ولا حرام؟ حرام طبعا. طيب وامتناع الشخص عن مساعدة القاتل لك أو المؤذي لك مستحب ولا واجب؟ ده لازم، واجب، لازم، فرض، واجب عليك. ليه؟ ده الآية: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. طب مش قادرين على ده؟ حتى النصرة السلبية اللي هو بالمقاطعة ما أقدرش ما دمت تيقنت أن صاحب هذه الشركة وهذا المنتج يدعم الكيان دعما واضحا، خلاص هو أصبح محارب. الناس متصور المحارب ده مين؟ اللي بيشيل سلاح ويحارب؟ لا، مش بس ده، اللي بيدعم بالفيتو، بالسياسة، بفتح الأجواء، بالمساعدة، بإغلاق المعابر، بمنع المساعدة، أي لون من ألوان الدعم المادي أو المعنوي هي في النهاية محاربة، محارب. طب غضبنا، لماذا غضبنا إذا من الذين رسموا الرسوم المسيئة؟ ليه؟ ما هو ده تعبيره رأي شيء معنوي. لا، لأن الشيء المعنوي أحيانا يكون أشد وأقسى. أيوة. لماذا نكره من يسب الدين، من يسب الإسلام؟ ما هو ما شالش سلاح، ما قتلش حد، حرية التعبير زي ما بيقولوا بالكذب والأوانطة في الغرب. طيب إذا مسألة ان احنا نقول والله يا جماعه لا دي مساله احنا يعني دي مستحبه المقاطعه، ده شيء اللي فعل المقاطعات ده مكروه، لا ده مش مكروه ولا حاجه. لا انا هتخيل نموذج لو هذه بنات الاخت دي ولا اولادها، واحد شتمهم بابوهم وامهم، صاحب متجر كل ما يدخله يعنصر عليهم ويتنمر، ها هتعمل ايه البنت دي ولا الولد؟ هيشتري منه؟ ما عادش هيدخله تاني. ليه؟ وده مكروه ولا مستحب؟ طيب هل ده معناه لو هو بيتنمر علي العل الديني او لغتي او اصلي، فقام اللي زي من هذا الاصل او هذا الدين علموا انه يفعل معي هذا الامر فلم يتضامنوا معي وقالوا لا اصل يعني مقاطعه اللي سببك ده وتنمر عليك وعلى دينك ده مكروه، موقفك بايه؟ هتقول لا دي ناس سوء وعلى غير خلق ولا عندهم كرامه ولا عزه نفس، ده بسبب. ما بالك بقى بالمعونة العسكرية والمالية والسياسية؟ لا طبعا هذا كلام ليس صوره. حتى لما تقرأ تصريحات وزيرة خارجية ألمانيا اليوم يقول لك الكيان لما يكون يحتاج إلى معاوناتنا في صد ضربات إيران، تمام، طب ساعدتوه ليه؟
يعني هنصدق ان هو مش محتاج. ليه؟ تعاون. يعني القوي كما يتصورون اللي مش محتاج مساعده بيساعدوا بعض، يتعاون القوي مع بعضه بعض. طب احنا اولى اهل الضعف والمظلوميه الحقيقيه، اليس الاولى ان يساعد بعضنا بعضا؟ ثم الايه تقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. اللي بيعملوا المتجر ده انه مساعد للكيان الصهيوني، اثمه وعدوانه ولا بر وتقوى؟ اثمه وعدوان. العدوان يبقى مكروه؟ لا، بس مكروه وحرام. اي نعم. جزاك الله خيرا شيخ عصام. في اخت سائله ايضا يبدو انها يعني عايشه برضه في كندا، بعت سؤال بتقول يعني لماذا انتشرت الديانه المسيحيه في الدول المتقدمه، ولماذا غالبيه سلوكياتهم وقوانينهم وتعاملاتهم تميل الى السلوكيات الاسلاميه رغم انهم غير مسلمين، ولماذا يعني يعاملون كبير السن باحترام في حين ان كبير السن مهان في العالم الاسلامي؟ هل التخلف اللي احنا فيه لاننا مسلمين اسما ولسنا مؤمنين بحق، وكيف نكون مؤمنون حقا؟ طب واحدة واحدة، ده احنا كده ده عزم حاضر الاول بس. نعم. لماذا انتشرت المسيحية في الدول المتقدمة ولم ينتشر الاسلام؟ ده كلام مش صحيح. الاخت هنا يعني مش قادرة يعني تستوعب ان التطور الحضاري والتخلف دورات. ما في لما كان عندنا احنا حضارة كانت هذا العالم المسيحي كان متخلف ويتعلم مننا، اسمها دورات حضارية. امس كنا احنا العالم الاول، بين النهارده العالم الثالث، هم كانوا العالم الثالث واحنا العالم الاول. فهي دول، وتلك الايام دولة بين، وده دلالة على عدالة الله. الله لا يحابي احدا، من يعمل يجمع، من يزرع يحصد، وما كان ربك مهلك القرى بظلم واهلها مصلحون. اللي بياخد باسباب التقدم والرقي الناس ربنا سبحانه وتعالى بيدعمه، اللي بياخد اللي بيتخلف عن اسبابها بيكذب حتى لو كان مسلم. فالقصه مش قصه لماذا العالم المتقدم كذا والعالم، هو العالم المتقدم ده عالم مسيحي حقيقي، ده ثلاث ارباعه ما بين ملحدين وعلمانيين اللي لا يؤمن بالمسيحيه ولا بالكنيسه ولا غيره. روح الكنائس شوف كم واحد بيخش الكنيسه من الحد يوم الحد، مش الايام الثانيه. فلا يعني المساله طبعا ما لهاش علاقه بالدين بقدر ما هي لها علاقة بالتمسك بصحيح الدين. فدي نقطة. النقطة الثانية إن والله هم عندهم حنية على الكبير وعلى الصغير، ده على الكبير والصغير اللي منه، وإلا الأحداث كاشفة. طيب فين الحنية على الصغير والكبير والمريض ويعني اللجوء واتفاقيات يعني لهاي وغيره في الأسر وغيره؟ طب ما الكيان الصهيوني ليل نهار بيقتل في اهل غزه اطفالا ورجالا ونساء. ايوه. وامس يعني استشهدت احدى احفاد احد القيادات الفلسطينيه طفله، عملت ايه؟ ولا حاجه. الغرب ده عمل ايه؟ يوم ما ايران ضربت بصواريخها. تم حد في العالم الغربي ده المتقدم المسيحي زي ما تقول الاخت اداد الهجمات كل. طيب ثاني يوم الصبح لا الكيان قام بضرب اطفال غزه ونساء غزه واهلها. كم واحد قال ما يصح تفتشوا عيب؟ ايه اللي خلى ضربات ايران محدوده ومبلغه قبلها والناس تقول لك مسرحيه ومش مسرحيه؟ بغض النظر ليه؟ خافوا من تبعات الغرب. طيب ايران دي ممكن بكره الصبح تلاقي عليها عقوبات اقتصاديه. طيب الكيان الصهيوني باللي عمله حتى قرار يمنعها من ايقاف العدوان مش قادرين. أيوة. هم لا هم عايزين مش قادرين، ولو قادر لو عايز يعني لا ولا يريد. يا جماعه قصه ان احنا نقول العالم الغربي والحقوق الانسان على راسه من فوق ده الانسان اللي عنده، فهو الانسان عنده مش الانسان اللي هو مطلق الانسان، هو يؤمن بحقوق الانسان لكن هو السؤال هل يعتبرنا احنا انسان؟ يا لا. طيب الانسان خليك انت الانسان الاوروبي اللي من اصل كل اوروبا، انتقدت هذا الكيان، ايه اللي بيحصل لك؟ حرب اعلاميه ودعائيه وحرب في اكل عيشك. طب فين بقى الكلام ده؟ فهو يا اخواننا الكلام ده موجود في الغرب لكن جزئيا. طيب من اللي بيدعم؟ المستبدين الظلمه القتله اللي في بلادنا اللي بيحترموا لا الكبير ولا الصغير، هو هذا الغرب، هو نفسه اللي حضرتك مؤمنه بيه. بالمناسبه انا مش متحامل على الغرب، ولا يمكن ان في الغرب قيم ومبادئ ومثل مهمه،
لكنها انتقائية. ما تقوليش ده ديمقراطية، هو ديمقراطية اللي بتاعته هو بس. طيب في نفس الدول اللي حضرتك فيها يا أختي الكريم، ألا يحدث لو أنك كل اللي بتعمل ده بالكيان الصهيوني لا يقال عنه حدث إرهاب أبدا، مسلم اسما عمل جزء من اللي بتعمل ده الإرهاب الإسلامي، ده إيه؟ هتسميه إيه بقى حضرتك؟ فلا المسألة طبعا طبعا في مستوى تكريم الإنسان أفضل من بلادنا، لكن إيه اللي خلى بلادنا كده؟ الاستعمار الغربي وأذناب وأذيال الاستعمار اللي أبوا من الاستعمار يحكمونا. وإحنا لولا كل الحكام اللي عندنا لولا دعم الغرب كانوا عاشوا يوما واحدا يحكموننا؟ لا، إحنا لما ربنا ادانا الخير والمال والعلم علمنا الدنيا. النهارده العالم الغربي بينقل التقدم والحضارة للناس؟ لا، ممنوع. إحنا كان العلم بالنسبة لنا إذا أعطانا الله العلم نشرناه بين الناس. ليه؟ لأن من سئل عن علم فكتموا الجمل بالجم من النار كما قال صلى الله عليه وسلم. الغرب النهاردة بيعلمك ده، أنت لو عندك عالم عايز يرجع بلده بيتصف، بيتعمل مع كل الألوان خاصة في المجالات التقنية والسلاح وغيره. كان الصهيوني لا مسموح بأنما يروح وييجوا وكل الخبرات تنقل إليه أولا بأول. هل هذا يفعل مع عالمنا؟ لا. فبلاش إخواننا حكاية الانبهار الزائد، نعطي كل شيء مساحته. في عندنا تخلف، نعم، سببه مش الدين، سببه البعد عن الدين، ما أعرفش إيه بيت أسئلتها ذات كده، سؤالين من اللي سألتهم. نعم، أي نعم. في أخ سيد دكتور بيسأل بيقول وأنا في رمضان سقط نقاط من البول في السروال، فبيسأل هل يجب إعادة صيام وصلاة هذا اليوم أم لا؟ لا، الصيام لا، الصيام ملوش علاقة بالطهارة والنجاسة. يعني إذا واحد كان جنبا قبل الفجر وأذن عليه الفجر وبدأ الصيام وعلى مرحلة اغتسل كان يعني عدى يعني وقت من الصيام، صحيح الصيام لو اشترط فيه اشترط الطهارة المرأة من الحيض والنفاس، الرجل لا، والمرأة لا ما تشترطش فيها الطهارة من الجناب إذا حدث جماع بينه وبين الزوج يعني قبل الفجر. طيب إذا الطهارة شرط بصحة الصلاة، إذا وجد إن فيه بقول معناه إن الصلاة إلا إذا كان ده مرض عنده دائم، لو مرض يبقى ده من أصحاب الأعذار يتوضأ لكل صلاة والصلاة صحيحة. لا، مش أصحاب مش صاحب مرض وده مرة كده وحصلت فمعناه إن هو يعيد هذه الصلاة ويغير هذا الثوب لأنه فيه نجاسة. أي نعم. أخ سائل دكتور بيقول هل يجوز لي إخراج قيمة عقيقة الطفل كمال لأهل غزة ويكون كده بذلك يكون وفى بالعقيقة يعني؟ يرسلها إليهم لتذبح لتكون عقيقة. لأن العقيقة فيها للذبح. أي نعم. هو يبعثها تبقى عقيقة في عند أهل غزة. أي نعم. في أخت سائلة دكتور بتقول إن هي لديها ابن يتيم عنده مال يعني هذا الابن اليتيم وهي متزوجة من شخص آخر. سؤالها بتقول هل يجوز إن أنا آخذ من مال ابن اليتيم أم لا؟ تاخد من ماله إيه؟ يعني تاخد من ماله يعني تصرف على نفسها مثلا أو لو احتاجت حاجة أو كده يعني؟ لا، هي في ذمة زوج هو المطالب بالنفق. ابن اليتيم ده أصلا ماله هو مال له لابد أن يحافظ عليه، ده ورثه من الأب. وبعدين إذا ورث الابن من الأب مبلغ معناه أنها ورثت هي كمان ورثت الثمن، فأين ذهبت بالثمن الذي عندها؟ ثم تزوجت، ربنا يبارك لها. المطالب بالنفقة من؟ الزوج. زوج. أيوة. أنت وملك لأبيك، ده لما يكبر ويشيل نفسه بمعاه مال والأم تحتاج ما تبقاش في ذمة الزوج، نافذين إلا لو الزوج فقير وتعماش يساعدها، إنما الأم متزوجة في ذمة زوج إذن النفقة مطالبة على هذا الزوج وليست على ابن. معنى ابن صغير يتيم معنى لسه ما بلغش، هذا ماله لا يحق لها أن تأخذ منه شيئا إلا إخراج الزكاة وعليها زكاة. أي نعم. أخ سيد دكتور بيقول إن هو في رمضان كان بيحط زبيب على التمر مع المية يعني كعصير على الفطار، فبعض الناس قالوا له ان ده حرام، هذا الشكل حرام، فهل هذا فعلا حرام ام لا؟
لا، والقصة اللي مقصود بيها اللي هو التمر اللي بيتخمر او بيبقى فيه اللي ورد فيه النهي يعني، انما لا، ليس هذا المنهي عنه يعني، فلا مانع يعني. ده اللي هو هناك من بيتشرب على طول يعني، يعني ما يتسبش كتير يعني يا دكتور، اللي هو اللي يوصل لدرجه الناقع اللي يوصل بيه، مش بتاعنا ده خالص، وكالتالي بيتعامل منه الخمر. ايوه اللي بيتخمر، انما اذا كان صحيحا فلا شيء فيه. ان شاء الله. أخ سائل دكتور بيقول زوجتي مريضة مرض مزمن وأخاف عليها من الموت وأنا حزين. هو طبعا آسف، الأخ بيستند لحديث اللي هو نصر عن الجمع بين الجمع بينهم يعني، لكن طبعا من حمل ذلك على القراءة التنزيهية ومن حمل ذلك، فأنا بس عشان إيه ما حدش يفهم إن أنا إن لا ده في حديث والشيخ ما قالوش ولا أنكر ولا روى، ما منكروش، أنا عارف الحديث كويس، بس أنا بقول عشان عارف بعض الإخوة اللي بيقعدوا دايما يتصيدوا، لا القصة مش كده، الإجابة على قد السؤال جاوبت عشان الأخ شايف متحرك بالإثم، انما الحديث من عارف الحديث وعارف الاراء والاقوال، فبقول الذي ينتهي اليه الراي اللي بنفتي بيه الاخ الكريم يعني. اي نعم. طيب معنا الاخ محمد من مصر. استاذ محمد اتفضل. ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله، اهلا بيك. تحياتي لحضرتك وللشيخ حسام من فضلك. حياك الله، كل سنه وانت طيب. انت بالصحه والسلامه. انا الموضوع ببساطه عندنا قطعه ارض زراعيه نأجرها، نستفيد من ايجارها يعني كل سنه. فاحنا قمنا باتصال بالمستاجر عشان الموسم خلص والسنه الجديده بدات، واتفقنا معاه على سعر هو وافق عليه وقال ماشي، ان احنا زينا زي الناس. وبعد ما اتفقنا على التليفون كده عرفنا ان السعر اكثر من اللي احنا قلنا، قال ممكن نرجع في كلامنا ونحدد السعر الجديد نعرضه عليه. طيب الدكتور الاخ محمد بيقول ان هم ليهم ارض زراعيه بيأجروها، وان اتفقوا مع الاخ اللي هو بيأجرها على سعر معين على اساس ان ده السعر الطبيعي في المكان يعني، اكتشفوا بعد كده ان السعر اقل من الطبيعي، هل يجوز ليهم ان هم يراجعوا الاتفاق ده معاه ولا خلاص طالما اتفقوا خلاص؟ لا، لهم ذلك ان يراجعوا معه، خاصه ان كان فعلا هذا سوق الجمال وليس لهم خبره بالمكان والدنيا غلت، الا اذا كان خلاص البيعان يعني انفصل، لكن الاصل في ذلك ان صاحب الايجار يعطيهم ما يستحقون او يتراضوا فيما بينهم بما يكون في المسافة الوسط بينهم، ده حقهم طبعا، ما دام المسألة مش مبنية على تلاعب، انما مبنية على اني والله لم نكن نعلم واحسننا ظننا بالشخص. اي نعم. امال امتى دكتور يبقى الواحد ملتزم بالعقد يعني، طالما اتفق مع واحد على اتفاق، اتفقنا وسلمتك المبلغ وخلصنا، الاصل انك ملتزم بيه بالمدة اللي احنا يحق لي اقول لك والله زود لان الدنيا اقل، يحق لي اطالب انما ما مش حق يعني. طب هو نصب وضحك يشيل هو الليل عند ربنا يشيل ذنب، انما احنا البيعان بالخيار ما لم يتفرق، تفرق البيعين او اصحاب العقد مع بعض خلاص مضينا عقد والناس مسلم خلاص تم الاتفاق. المسلمون عند شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا خلاص، لكن من حق لو انا حاسس ان انا مغبون ومظلوم وأحكم حد منا، هو لازم يجينا فساد، هو لو أكيد عارف إن لا الفرق، خاصة لو الفرق كبير وواضح، إنما الحكاته طيبة بسيطة بتحصل، ممكن أنا أسيب لك جزء أبقى والله لأن أنت الأرض محدش بيأجرها بقى فترة، فأنت بتأجرها بسعر أقل شوية، ده وارد. أي نعم. في أخ سائل دكتور بيقول إن أنا زوجتي مريضة مرض مزمن وخايف عليها من الموت وحزين عليها جدا، فماذا أفعل وبماذا ينصحني الشيخ في هذه الحالة؟ مرض مزمن ربنا يشفيها ويعافيها، الأمر بيد الله، لا يملك أحد أن يعرف متى سيموت. وارد واحد يبقى مريض ويبقى حد بيدويه، السليم هو اللي يلقى الله والمريض يعيش، محدش عارف يعني. فطب إيه اللي عمله؟ اللي عمله أولا أسلم بالقضاء الله عز وجل والصبر عليه. اثنين، اني الموت هذا مكتوب على الجميع، واحبب من شئت فانك مفارقه، بكره بعده بمرض بغيره، بل لعل من يمرق قبل وفاته يبقى فيه فرصه انه يراجع نفسه فيما له وما عليه مع الله ومع الناس. ثالث شيء، يكثر من الدعاء لها. رابع شيء، يتصدق، داو مرضاكم بالصدقات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. جزاك الله خير دكتور. الأخت محمد من مصر. محمد اتفضلي. أيوة، ربنا يبارك في عمرك يا أستاذ طارق. جزاك الله خير. كنت عايزة أسأل الشيخ كمان حضرتك. أسامح حضرتك اتفضلي. طيب كنت عايزة أسأل الشيخ، معلش الشيخ يعني
الفلوس اللي تتحط في البوسطة كده يعني مش البنك. أيوة. يعني مبلغ صغير يعني عشان مثلا ايه لبنتي الثانوية عامة كده يعني. مش ان انا يعني الاكل وشرب كده لا. حضرتك عارف يعني الدروس وكده والدنيا غالية ازاي. اللي هو دفتر التوفير. يعني يجوز ان انا احط ايوة. تمام. طيب. مش وديعة يعني. يعني اللي هو يداع يعني. تمام. زي كده. بتحطهم زي ما هم بتاخدهم زي ما هم ولا بيزيدوا الحاجة؟ لا لو زادوا يعني يجوز ولا. طيب تمام. او الطريقة اللي هي ما فيهاش شبهة حرام يعني ايه الاصح. طيب خلاص خلينا نسمع الإجابة من دكتور. فضل دكتور. اي مبلغ مش السناد يعني ممكن يقص. وضح السؤال يا اختي محمد. اسمع الإجابة. فضل دكتور. قالت الوضع الفلوس في البريد التوفير في صندوق التوفير هذه طبعا كلها فوائد وهي محرمة شرعا. تمام. لان اي زيادة ليست يعني ليست لان مش مبنية على تجارة واتفاق والربح والخسارة. طب اعمل ايه؟ حطيها في اي بنك حساب جاري او استثمار جائز شرعا في فرع معاملات اسلاميه بنك اسلامي في كذا اذا انا حابة احافظ على المال لحد لما يجي الاحتياج اليه لا مانع من ذلك بالفايده المحرمه شرعا لا يجوز شرعا. طب ما هو دكتور في الحساب الجاري يعني الفلوس قيمتها بتقل بشكل كبير يعني تضخم عالي جدا. قصدك القيمه الشرائيه. قصدي القيمه الشرائيه يعني 1000 جنيه النهارده غير 1000 جنيه من سنه مثلا. تمام ماشي طيب مع شكل بنقول يا جماعة حطوها في أي بنك في استثمار شرعي جائز حطها مربحة حطها في بنك إسلامي كذا ما بقول لكش إنك أنت ما تحطهاش غير كذا غير حساب جاري. أيوة. أنا بقول لو هو أنا مش عايز يشغلها في حاجة قال لي ما في حساب جاري وعلى كل الأوجه حتى لو هتحطها حساب استثمار إيه قيمته الشرعية بالتضخم ده برضو بتقل لكن بنقول على الأقل يعني ما لا يدرك كله لا يترك كله. أي نعم جزاكم الله خير. أختي سائلة أو أخ يعني بيقول إن أنا لي أم ولله الحمد لم أقصر معها في يوم وأنا كنت مسافر السعودية وعملت لها عمرتين ولكن أمي بتعيش في بيت العيلة مع أخويا وزوجته وهم دايما بيحرضوها ضدي حتى أنها أصبحت بتدعى علي لأجل إرضائهم وأنا تهنت كتير منهم فأنا الآن بعدت عنهم منذ زمن ولم أعد أود أمي أو أتصل بيها فهي تعيش معهم وأنا الآن في بلد تاني فهل علي وزر أم لا؟ طبعا الام لا تعامل معامله الاخوه اللي اساءوا عمل من حقك تاخد جنب لحد لما ربنا يهديهم ويصلح حالهم انما الام هي ام مهما فعلت فيك لابد ان تتحمل انت لو عندك مدير في الشغل سيء وما عندكش شغل غيره بتستحمل تبلع الزلط زي ما بيقولوا طيب الام اولى الجنه تحت اقدام الامهات حديث اذا كان فيه خلاف صحتي او يعني ما بين من يضعف او من يصح لكن في النهايه الوصيه بالام قال أمك ثم أمك ثم أمك بثلاث مرات الأم ووصلنا الإنسان بوالديه لآخر هذا الأمر الأم حملتك كرها ووضعتك كرها كما قال القرآن الكريم فالأم لا على ميزان غير ميزان الإخوة الإخوة ماشي أساءوا تسفلوا بحافظ على كرامتي خلاص ما الناس أساءوا ما مش هقدر أعملهم إنما الأم لا مسألة مختلفة تماما. في أخ سائل دكتور بيسأل بيقول هل أخذ الكهرباء من دون دفع فاتورة أو بالتلاعب يعني هل حرام أم لا؟ أي إنسان يأخذ منفعة أو مصلحة أو شيئا له مقابل إذا لم يعطي المقابل فقد سرق هذا لا يجوز شرعا حرام شرعا لأنه أخذ ما لا يستحق. لو الدولة معلش عاملة الكهرباء دي جدعانة مجانا للي يأخذ يبقى كل واحد خد اللي هو عايزه إنما دي معمولة بمقابل والله أصل الأسعار زيادة أصل دي دولة ظلمة أصل دي دولة مش عارف إيه تظلم لكن أنت خدت ساعة لها مقابل لابد تدفع المقابل بتاعها والله مزودين والله إيه ساعة إلى أنك أنت تدفع اللي أنت خدته بالظبط إنما سرقة الكهرباء هذه حتى من اسمها سرقة الكهرباء حرام شرع. أي نعم. أخ سيد دكتور بيسأل بيقول إن أنا صايم هذه الأيام ويعني لما حد بيعزمني على الغداء مثلا بقول إن أنا صايم وده تكرر عدة أيام فسؤال الأخ بقى هل ده يعد رياء لما أنا أقول إن أنا صايم النهاردة وكده ولا إيه؟ ما هنا وأنا ماشي رافع يافطة ولا أنت بتدعيني فتقول لي تفضل أقول له أنا صايم فين بقى الدعاية مثلا الدعاية لما أكون أنا متعمد
مثلا اي حد يقول لي مثلا ازاي معلش مش عارف ارد عليك اصل انا صايم ايه ناشف. لا ده الكلام ده ده اللي بيتلفت. انما واحد قدم لي شاي قدم لي حاجه ماشي بقول له معلش انا ممسك اليوم خلاص انا ما بعملش دعايه. هنا المساله معتبره بالنيه، هو نيته ايه؟ هل قصد بذلك الرياء ام قصد بذلك إجابة إنه هو مش راضي الدعوة؟ إن من السنة يعني النبي صلى الله عليه وسلم إجابة الداعي دعاك تجيب الدعوة، ومن يلقى من يرى وجوب الإجابة مش السنة بس. طب وإذا ما رد ما قلت له ما قلتلوش إنه صايم لا مش هاكل، معناها إيه؟ إغار الصدور، معناها في شيء في النفس، معناها إنك أنت مقاطعه، فهنخش في حاجة أشد من إنك تقول أنا صايم. فالمسألة معتمدة على النية هي التي تحدد هذه المسألة. أي نعم. معنا الأخ أبو أحمد من مصر. أبو أحمد اتفضل. أبو أحمد سمعنا؟ طيب في المقدمة نتصل بيه الأخ دكتور اللي هو كان بيسأل على مسألة أخذ الكهرباء من غير فاتورة بعد تعقيب، يعني بيقول إزاي أكفر عن العمل ده؟ يعني خلاص يحدد القيمة دي ويتصدق بها في أي شيء من الأشياء العامة في المصلحة العامة. أخت سائلة دكتور بتقول هل حلال زيارة النساء للقبور، وهل الميت بينتظر اللي بيزوروه بيحس بيهم وبيفرح بيهم أم لا؟ زيارة القبور للنساء على خلاف بين الفقهاء، من يمنع ومن يجيز. اللي بيمنع بيستدل بحديث لعن الله زوارات القبور، واللي بيجيز بيرى أن هو لا دخل في عموم الحديث، ألا إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها لم تذكركم الآخرة، وإن المرأة تدخل في عموم الخطاب هذا الخطاب النبوي، ان ده الزوارات كان لعلة المرأة تخرج يعني متبرجة بزينة او في حين وجود الفتنة، او اذا كان خروج المرأة يعرضها الى الضرر في سمعتها وعرضها، فده السبب اللي قالوا فيه. ومن اجل الرأي الذي اميل اليه الجواز ما دام بضوابط شرعية وللاتعاظ، وليس ده ساعات بتلاقي ناس رايحة المقابر ولا رايحة فرح يعني ناقص يلبس سواريه، لا طبعا مش ده المقصود، والزيارة مش مقصود بأن أنا رايح أزور، لا رايح أتعظ ومن باب الصلة. هل يشعر بالميت؟ نعم، الصحيح الراجح أن الميت يشعر بمن يزوره ويأنس بذلك. أي نعم. أخ سائل دكتور تقريبا لسه دكتور 3 دقائق من وقت الحلقة، يعني أخ سائل بيقول ابني تزوج عرفيا من يابانية ملحدة، فما رأي الدين في ذلك؟ لا، الزواج سواء كان عرفي كان موثق كان مدون، الملحدة لا يحل لمسلم أن يتزوجها، لأن الآية قالت يعني ولا تنكح المشركات حتى يؤمن. فالملحدة هذه لا تجوز شرعا. الجائز أهل الكتاب بشروط الزواج بأهل الكتاب، ولذلك الفقهاء قال لك لابد تتأكد أنها كتابية مش ملحدة، لأن في بعض يعني زي ما ذكرنا في إجابة الأخت اللي سألت أن العالم والغرب والدنيا، العالم الغربي مش مسيحي في كثير منهم، لان كثير منهم ملحدين الدين ملوش مكانه. طيب هي تيقنت انها ملحده، حكم الزواج ده بتاعي ايه؟ لا يجوز شرعا، حرام، لان لا يحل ان يتزوج بمشركتين او ملحده. ملحده لا يجوز، ملحده ما تنكر وجود الله عز وجل والنبوه والانبياء، فما فيش مساحه تجمعك، انما الكتابيه الشرع جاز اني في ايمان بالله سبحانه وتعالى وخلاف نبوة محمد صلى الله عليه وسلم لا تؤمن به، لكن تؤمن بعيسى بموسى عليهما السلام أو بأحدهما أو بهما كليهما. لو مسيحية تؤمن بموسى وعيسى، لو مسيحية تؤمن، لو يهودية تؤمن بموسى فقط، في أرضية مشتركة. فلا، في هذه الحالة الزواج لا يصح في هذه الحالة لافتقاده أهم شرط فيه. أي نعم. جزاك الله خيرا دكتور، يعني وقت الحلقة انتهى، فنشكرك شكرا جزيلا. وفي نهاية حلقة اليوم نشكر فضيلة الشيخ الدكتور عصام تريا من علماء الإدارة الشريف، وطبعا الشكر أيضا موصول لحضراتكم. دمتم في أمان الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.